للساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه، التفاصيل بسيطه وسهله. معانا كبد فراخ النهارده هنعملها بطريقه سهله اوزي. اكله الاوزي دي مشهوره في المطعم او المطبخ الشامي، هنشوف تفاصيلها ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. معانا كمان حلو النهارده لطيف وجميل الكيكه، هنعملها النهارده بالمكسرات. معانا فستق حلبي، معانا زبيب، معانا جوز الهند، بالتاكيد لها تفاصيلها لان البنوته بتحب تخش المطبخ تساعد مامتها. وفي اسئله كتير على السوشيال ميديا، فين طريقه عمل الكيكه يا شيف مغازي. كمان في تفاصيل النهارده مع ورق العنب، معانا ورق عنب هنعمله النهارده سلطه مع دبس الرمان والطماطم، وريحك انك تعملي حله محشي مع طريقه ورق العنب بطريقه لطيفه وبسيطه وهيلس على فكره. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كتيره، ولكن هنشتغل النهارده في الحلقه مع كميه مكونات بسيطه وسهله والتكلفه الماليه قليله جدا. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ تستاذنكم اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل كبد الفراخ اوزي. بصراحه كبد الفراخ دايما محصوره ما بين ان احنا نعملها سندوتشات، نعملها طاجن مع لسان العصفور، ناكلها مقليه كده مع شويه رز، نعملها مع رز شرقي، ولكن اوزي تفاصيله كتير قوي على فكره. الاوزي في الاصل لحم مفروم مخلوط بالبزله، وبيكون اللحم ضاني او كتف ضاني، وبعدين بيتجهز وتاخد لوز او صنوبر وتحط في عجينه الجلاش في قالب صغير ويتحط في الفرن مع حبه البركه والسمسم ويطلع يتقدم. ده الشرح النظري لاكله مشهوره في المطبخ الشامي اسمها اوزي. خلينا مستر شفيق حبيب قلبي مقادير الاوزي كبد الفراخ على الشاشه. رز بسمتي ده طبيعي، معانا كبد فراخ، معانا بصل، ثوم، زبده، زيت زيتون، فلفله حلوه، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون، والفلفل الحار عنوان الكبده سواء كبده فراخ او كبده ضاني. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الاكله اكله عالميه معروفه في الدول العربيه والمطبخ الشامي. هنبدا اول حاجه نتبل الكبده. حلو قوي، عايز اتبل الكبده كده بمزاج حلو. نحط شويه ثوم حلوين، ويا ريت يكون ثوم طازه، ما بحبش انا الثوم البودر في تتبيله الكبده بالذات. البهارات بتاعتنا اساسي بابريكا وكمون. حلو. ليه سموه اوزي؟ والله انت ابن حلال، وسؤال لطيف وفي وقته. اوزي يا اوزي ده علشان ده بيتعمل باللحم الضاني الصغير، والضاني يكون مفروم وفيه طعم الضاني، بياخد الرز والبسله والمكسرات، والمكسرات اساسي فيها بيكون صنوبر. احنا مش هنحط صنوبر. ده توم مع بابريكا مع كمون مع عصره ليمون. حلو قوي. كبد الفراخ لما بنيجي نشتغل فيها بتفك مننا وتلاقيها كده مهروله وملهاش شخصيه، فانا هعلمك ازاي تضيف الشخصيه لكبد الفراخ بطريقه سهله وبسيطه. بمعلقتين نشا هنحطهم في تتبيله الفراخ، في تتبيله الكبده، هتدي للكبده شخصيه لطيفه. بس خلاص، ده التوبنج او التغليفه لكبد الفراخ علشان تبقى معاكي كريسبي. نحطها بقى في الرز، نحطها في ساندوتش. حلو الكلام. هناخد كبد الفراخ، تشتريها من عند الفرارج اللي على الناصيه، راجل طيب ربنا يوعدك بزياره النبي يا حاج، يجيب لك كبده حلوه بالشكل ده كده. شايفه اللون الحلو ده كده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الله، شفت باللون ده؟ بص عليه كده مخرجنا الجميل حبيب قلبي حبيب هارتي. الكبده تعرفها من لونها، لقيتي فيها الوان متعدده غير اللون الدموي المعروف، اعرفي ان هي مش كويسه. وارد ان المراره مفكوكه فيها، وارد اي مشكله، خلي بالك ده مطلوب. لان هي الكبده سواء فراخ، كبده ضاني، كبده كندوز، هي كتله دمويه مجمعه لها شخصيتها ولها قوامها ولها صلابتها. بتزداد الصلابه والقوام بمجرد ما تتحط على النار. ايه اللغه العربيه الفصحى دي يا شيف؟ دي خبره طهويه. هنحط كبد الفراخ كده والارض الفلفل الحار ده انا عايزه. حلو قوي. هنحط دي هنا كده. وناخد الفلفل الحار.
دي مش كبده اسكندراني يا غالي. نقطع الفلفل الحار ده كده. بالشكل ده كده عشان يبان قدام عينينا، عشان الاولاد اللي مش بيحبوا الحار ما ياكلوش. ونحطه هنا كده. معايا واحد زيه اخضر. بالشكل ده كده برضو. ومعانا طاسة شديدة الحرارة. التركية هنا بقى، شفت الكبدة لونها غير ازاي؟ بمجرد ما نحطها في التتبيلة وعصير الليمون، لو لون الكبدة اتغير ما تتخضيش، ده الطبيعي. هو الغلاف الخارجي بس، أو الشكل الخارجي ليها. معانا طاسة شديدة الحرارة، نصيحة مني، بتعملي كبدة اسكندراني، بتقلي كبدة أيا كان نوع السندوتشات، لازم تكون الطاسة شديدة الحرارة وفيها قليل من الزيت. ده مطلوب، خلي بالك. ورواية مطبخك أول بأول. شوية زيت صغيرين. التركية بقى اللي أنا هتعامل معاها دلوقتي، مكان تحمير الكبدة هعمل الرز. ننزل بالكبدة دي كده هنا. يا ويلي يا ويلي. على الطعم. واسيبها. اللهم صل على النبي. حلوة قوي. عندي عجينة الجلاش اللي اعمل بيها الاوزي جاهزة اهي. برضه لازم نعرف ايه قصة الاوزي، لازم عجينة الجلاش. ما عندكيش عجينة الجلاش تقدري تغمليها بالخبز الصاج، اللي هو الخبز المرجوج او الخبز الشراك بيسموه. الله اهي. بص بص الحلاوة، بص الجمال، بص على الحلاوة، بص الكبدة وهي زلزال في قلب الحلقة. الله 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 الله, الله. جريلا سخنة، طاسة سخنة، أول ما تاخد لون بالشكل ده كده. أنا عايزك لما تخش المطبخ بتكلفة قليلة، بقيمة مالية قليلة جدا، تقدري تعملي الأكل اللي ولادك حابينه، تقدري تعملي سفرة متنوعة الشكل والطعم. لأن لازم يكون معاكي في محفظتك خبرة طهوية، مش فلوس. القصة مش في اللي إيه، إن أنا لازم يكون معايا فلوس قد كده عشان أروح على أي سوبر ماركت مشهور أحمل العربية في السوبر ماركت وأطلع. صدقيني هتروحي البيت الراجل هيفطر الصبح بقسماط وشاي، أو بقسماط وشاي بالحليب، والحاجة دي كلها تترص في التلاجة مش عارفين نتعامل معاها إزاي. ده كيلو كبد فراخ ومعايا ورق عنب. بص بقى على حلاوة الكبدة بقى، بص على حلاوة الكبدة. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بدا لونها يغير، شفت ازاي. ايه الحلاوه دي. وانا بحمر كده. اقول لك على تركية حلوه، ودي في سرك. عايزه الكبده تاخد لون بسرعه، لو انت ليك غرض تاني بتغطيها كده بس، خلاص. انتظر عليها دقائق معدوده، هتلاقي لون الكبده البخار اتعكس على الكبده في قلب الطاسه وخدت اللون وخدت الفلفل. نروق البوتاجاز بتاعنا بامر من مخرجنا، وتعالوا شويه الرز هنشتغل فيهم ازاي. الرز بتاعنا بسمتي عشان نعمل شويه رز حلوين. للأوز بتاعنا بناخد الرز ده كده لانه هينزل على الكبده. ما نكترش رز لان احنا هنعمل خمس ست حبات اوزي حلوين، اقول ده زي الفل. بنحط على الرز ده بصلايه ناعمه. معلقه فلفله حلوه. حلو. البهارات بتاعتنا قرنفل، ورق لورو، قرفه، كل ده يا عم الشيف. وما ننساش طبعا البهارات بتاعتنا الموجوده للاوزي، من البابريكا، شويه كركم حلوين. ده على الرز، ونقلبهم مع بعض. لو عندك رز في التلاجه مسلوق مسبقا مفيش مشكله، هتديله التوابل ده كده اهو. ايه التركية اللي هنعملها دلوقتي؟ عيني لا، لسه الحلو جاي، اصبر عليا انت ابن حلال.
هناخد الكبده بتاعتنا الحلوه دي كده تاخدها في طبق جانبي. الله الله الله، بص على الحلاوه، بص بالله عليك، بص وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت الكبده لونها اتغير ازاي؟ اه هو ده الجو، خبره السنين. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الكبده كده بالشكل ده كده، شوف بس الخبره الطهويه لما تكون انت في نيتك وفي قرارك تعملي اكل هتعملي من الفسيخ شربات. نرجع الطاسه دي يا عم الشيف على النار، كبده هنا خليها جنبك كده زي الفل، محدش يقرب منها، قلبك ما يضعفش وتاكليها في سندوتش وخلص الكلام. تقول لسه هستنى لما الرز يستوي؟ لا خالص. اه كبده هنا جاهزه في قلب الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه، ننزل بالرز. الله عليك الله عليك وعلى جمالك، ونقلب شوط الرز دول كده، الطعم والفليفر من أرضية الطاسة نتيجة تحمير الكبدة بالتوابل بتاعتنا. شفت شوط الرز؟ هتسيب الكبدة دي للضيوف وتاكل الرز ده كده معايا. بوكيه جرنيه على النار، مية بتغلي فيها جزر كرفس بصل، دايما تكون معانا. اه مش لازم نجيب خروف ضاني ونسلوه عشان ناخد المية بتاعته، ما دي أساس الأوزي. ما احنا اتكلمنا في الأول إيه الأوزي، فأنا بغير من الطعم وبغير من الشكل وبقلل من التكلفة. الرز جاهز اهو، قلبته فورته دورته مع التوابل الحلوة، نحط عيار المية بتاعنا زي الفل، وروق على البوتاجاز يا شيف، ده مطلوب اهو زي الفل. تعال نحط بقى عيار المية بتاعنا، اللهم صل على النبي. يلا يا غالي صلي على الحبيب، هو ده. ايه المطبخ السهل ده؟ ايه البساطة دي يا شيف؟ خدتنا في حتة تانية ومكان تاني وطعم تاني وشكل تاني. عينيا. شوية رز زي ما قال المغازي، هنسيبهم على النار كده، لسه الكبد على جنب اهي، خلي بالك محدش واخد منها ولا قرب منها. مصطفى مشينا النهارده، شايف الحلاوه دي؟ شايف الجمال ده؟ شويه رز بانسى فيهم طعم الكبد الفراخ. حلو. نقلب. حاضر يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ اوزي يا اوزي، ورق اللورا والحبهان قرنفل وطعم الكبد الفراخ في قلبيهم، للامانه تحتم علينا. دي محتاجه شويه ميه كمان عشان الاوزي يخش الفرن، بس خلاص ونغطيها على ما نشوف موضوع ورق العنب ده هيخلص عليه. حلو، تعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الرز. اللهم صل على النبي. حلو قوي، نشتغل في الاوزي بتاعنا. ايه الاخبار يا حلاوه؟ الله شويه رز. الله على الريحه، فيهم التوابل العربيه بما ان اكله الاوزي المنشأ عربي. الله، نحط شويه بقدونس حلوين، شويه طماطم حلوين، دي مش في المقرر خلي بالك، انا دايما بخرج بره النص. حلو، وناخد الخليط ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، نسيبه يبرد شويه. وهي اكله. الله، وانتوا بتحطهم كده عشان ايه؟ عايز انا البخار يتطير ويبرد الرز ده، لان لسه هنشتغل فيه كتير. انت عملت من الفسيخ شربتر، ده هو كيلو كبد فراخ، عملت لي عليه هيصه وليله، ده انا بجيبه كده مسح زور، بضربه في رغيفين عيش فينو. تضحك؟ والله سامعك انا. ولو عملته المدام تقول لها ايه المطبخ ده؟ لا يا عمي. الرز ده يبرد، وعلى ما يبرد بنجهز الاوزي بتاعنا. وعندنا كبد فراخ جاهزه. حلو الكلام؟ يلا بينا. وكبد الفراخ جاهزه، وهنيجي نشتغل مع بعض هنا كده، ورق العنب قدام عينينا. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نشتغل مع بعض ازاي. بنجيب صينيه اللي هتخش الفرن زي دي كده، ونحط في ارضيتها زيت زيتون،
اللهم صل على النبي. في الصينيه بنحط زيت زيتون وغرقها زيت زيتون كده. هل تمام. وعندنا القالب بتاع الاوزي اهو، قالب الاوزي اهو، ونجيب عجينه الجلاش. حلو قوي. ونشتغل مع بعض بقى، نعمل لنا 20 30 واحده. هادي الجيران. والله النهارده بفتح التلفزيون القناه الاولى، لقيت الشيف المغازي على القناه الاولى بيعمل اكله كده يا امي، كبد الفراخ كل يوم تعمليها لنا في العيش الفينو، غير كده ما بنشوفش. شوفي بقى كبد الفراخ راح على فين دلوقتي اهو. بص كده على الحلاوه دي يا شفيق مخرجنا حبيب قلبي، انا بحبك والله. اهو ركز مع اخوك والنبي ما تسرحش مني اهو. خلي بالك. طيب اهو معانا البوله حاطط فيها عجينه الجلاش، ركز معايا في الموضوع ده. بناخد شويه رز صغيرين هسه كده، هسه اهو. المفروض بدل الرز ده للامانه اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين بيحطوا مكانه صنوبر، انا معيش فلوس اجيب صنوبر. حلو الكلام. واحط كبد الفراخ. يا ويلي يا ويلي. واحط رز. العب السمك. تخيل لما تقلبي دي جواها بقى وتلاقي ايه طالع لك كده، كبده فراخ في قلب الايه الرز، ودي كمان في قلبي كده عشان انت ايه حبيبي، وشويه رز. ونقفلها جامد كده. ونحط عليها عجينه الجلاش دي كده. اختراع كده 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 كده. لسه ما خلصتش. وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. معاك وقت نعمل 20 30؟ يلا. طيب حاضر يا باشا حاضر. اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثاني. عجينه الجلاش حطي كده. لازم تعملي الاكله دي لاولادك النهارده. تاني شويه رز. واللي بيشوفونا من بلاد الشام هنا، حاضر يا فندم حاضر. اللي بيشوفونا من بلاد الشام بوجه لهم تحيه كبيره جدا. بدل الرز ده بالمفروض صنوبر، معيش فلوس اشتري صنوبر. ايه المشكله؟ عيط؟ لا. حط ايدي على خدي؟ لا، بالعكس هتعملي احلى حاجه اهو. انا مش عارف ايدي بتشيلها يا شفيق، معلش سامحني سامحني يا اخويا. هخليها مكانها اهو. احط الرز البسمتي كده. نعم ممكن بالرز المصري، مش هتقول لا. بيقول لي ممكن نعملها برز مصري؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ المطبخ له دستور ولا قاعده ولا عادي. المطبخ ده حب شغف، تخش المطبخ عايزه تعملي حاجه حلوه. لقيت كيلو كبد فراخ في قلب الثلاجه ناسينه، شويه رز بسمتي في الدرج بتاع الثلاجه، قصدي في درج المطبخ. حلو الكلام. الرز متحط او رز بايت عندك مفيش مشكله. حلو. نقفلها كده. فله. يلا ابا ونحط واحده هنا. ايه رايك نعمل واحده كمان؟ واحده كمان عشان الحبايب. حاضر. قلت دي اخر واحده اهو، نحطها كده اهو هنا اهو. مش هشيلها من مكانها اوعدك والله العظيم. هركز معاك. ايه دوحه اهو. نحط كده زي الفل. يلا تمام. مش هحط رز يعني، هحط ورقه لورو اهي ادلعها اهي، عشان لما لما نفتح نلاقي ورقه لورو في السكات. ناخد كبد الفراخ ونحط الرز. شوية رز زبدة. ونحط كمان كبد فراخ جوه الرز. نتوصى وعلمها، عايزة تعملي حاجة حلوة بقى وتوصي بجوزك حماتك عندك تيجي مليها كده وعلميها. هقول لك تعلميها ازاي وانت بعد ما تتقلب. والله بقول لكم على حاجات بتحصل يعني جوه العائله. انت عايزه واحده من دول كده فيها كبد كتير، هات واحده من دول وحط على وشها بس شويه حبه البركه، شويه كمون، شويه سمسم. علميها كده بعد ما تبقي على السفره كده. بص يا حماتي انا عامله لك واحده مخصوص، الست عايزه تعرف ان انت بتضحكي عليها ولا ايه الحكايه بالظبط، ولا قدام ابنها بقى انت بتقضيها. هتفتح تلاقي مثلا خمس ست كبد، تبص في الطبق اللي جنبيها تلاقي كبدتين، تعرف ان مرات ابنها بتحبها. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن، بس لازم رشه زيت زيتون عليها مع رشه كمون حلوه كده عشان الكبده بتحب الكمون. العب السمك. زيت زيتون، رشه كمون حلوه عشان كلهم زي بعضيهم، وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي.
ايه الحلاوة دي؟ نحطها هنا. يلا نقفل الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو اهو عيني اهو. العب هو الاوزي اهو، اوزي بكبد الفراخ وحقوق الطبع لدينا وبس من داخل الفرن. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير نكون روقنا الدنيا دي كده، وعملنا صلاه الورق العنب دي عملناها لوحه فنيه، انا بسيبها دايما للاخر علشان اقدر اغرفها بشكل لطيف وجميل، لان طبق السلطه لما تحطيها على السفره ده عنوان ليكي في المطبخ لضيوفك ولكل حبايبك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نشوف الاوزي اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجل يا طيب، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بص على الحلاوه جوه الفرن، بص كده وخش بقلب جامد. هقلفها لك والله انا عارف. شفت الحلاوه؟ لسه فله حبيب قلبي، ربنا مبارك في الوقت. هنبدا نجهز الاطباق بتاعتنا اللي هنغرف فيها الاوزي، ونشوف التورتايه بتاعتنا اللي احنا عاملينها الكيكه، ولكن الاهم من ده وده رواقي مطبخك. دايما بقول وارد حد من الجيران يزورك تلاقي حماتك على راسك، ودايما الحموات ما يحبوش يقولوا احنا جايين، خلاها مفاجآت. نقفل الفرن. الاوزي، ايه الحلاوه دي يا جيف؟ ايه الحلاوه دي يا باشا؟ الاوزي بتاعنا، بص على الحلاوه، بص على الجمال. شفت فين كبد الفراخ كده؟ فين الجمال ده؟ فين الحلاوه دي؟ الله، ده انا هعمل تركايه دلوقتي هتدعي لي. بص اخر حاجه بقى بجد بجد عشان نقول المطبخ ده فن ورؤيه وابداع باللي هنعمله دلوقتي، خلي بالك. شوف دي كده، ده الاوزي بتاعنا، دي كبد الفراخ جوه. الله عليك، والله العظيم انت ابن حلال، بس مش كده. شوف بقى جود بقى، بص هتعمل ايه بقى، بص هتعمل ايه بقى، بص هو ده. سامع الصوت ده؟ نقوم نعمل ايه بقى؟ نشرب كل حبه اوزي من دول حب. نشربها شغف. التوابل اللي نازله دي كده، يا ويلي، هو ده. تقدر تنهي الحلقه كده. دي نيابة التركية الحلوة دي كده. الحب والشغف في شوية البهريز دول. مطبخنا النهاردة بأقل تكلفة ممكن تفكري فيها، كيلو كبد فراخ، شوية رز من درج المطبخ، برع عرب كان في البرطمان عندي بايع عندي، الشيف المغازي عمل سفرة عالمية طهوية بشكل تاني وطعم تاني. عملنا الأوزي بكبد الفراخ، عملنا سلطة الورق العنب لوحة فنية تتصوري معاها سيلفي، عملنا كيكة كلها حب وعملناها على شكل قلب بنهديه لكل السادة المشاهدين اللي بيتابعوا التلفزيون المصري القناة الأولى والفضائية المصرية في أنحاء العالم. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.